تتواصل مبادرات عدد من الفلاحين التونسيين الهادفة إلى المحافظة على البذور التونسية الأصيلة وإكثارها، بذور يقر العارفون بالمجال بتأقلمها مع المناخ التونسي وحفاظها على الثروة المائية مقارنة بتلك الهجينة. والهادي بن عمر أصيل غنوش من ولاية جابس أحد هؤلاء. الهادي بن عمر عباس فلاح من غنوش، عندي توا 42 عام فلاح، متعدد الاختصاصات، نخدم جميع انواع الورقيات، جميع انواع القرعيات، جميع انواع الخضروات، وعندي خبرتي كيفاش ننتج البذور الاصيله من اولها وكيفاش نختار الحد منها ونخرج للمعارض، وهذيك خدمتي يعني. وكما هو خبير في اكثار البذور الاصيله، فان للفلاح الهادي بن عمر خبره سنوات في استصلاح الاراضي. الصبغة غير صالحة للمرعى، كيما نقولوا بحكم الزحف العمراني في البلاد ما عندناش أراضي، ونخدموا التجأنا للأرض هذه، حضرناها وبدنا نستصلحوا فيها، ناخذوا شوية من الأرض هذه مع شوية رملة مع الغبار مع شوية ريح، توصل تنتج بامتياز. الأرض الخصبة في 4-5 سنين طبعا، بينما الأرض هذه عندنا توا 30 عام نخدموا فيها، قاعدة تعطي في الروند مول القديم اللي بدأنا فيه من الأول. الفلاح الهادي بن عمر اختار وضع خبرته هذه المرة في تجربة زراعة القمح الأصيل سعيا لتحقيق السيادة الغذائية وفق ما يقول. حبيت السمير باش نعملوا تجربة على القمح والشعير باش نشجعوا العباد على السيادة الغذائية وعلى الاكتفاء الذاتي بالقمح البسكري هذايا، قلنا نجربوه في الصبخة، قال النتيجة متاعها ما شاء الله، الطول تواكل يمشي حوالي 300 متر، الطول متاع الصنبلة متاعها وصلت فات حتى 10 سنتي، تو مازال في طور النمو، لحد الآن يسمى تجربة إيجابية. ويوثق الفلاح الهادي بن عمر تجربته في زراعة القمح الأصيل منذ بدئها على أمل عرض نتائجها كاملة إبان الحصاد المتوقع في جوان أو جويلية القادمين.